تحية طيبة مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البرج العالي. للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، وهي لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. فاصل ونواصل. نبدأ مشاهدين الكرام كالمعتاد مع القمر. يكون القمر في برج القوس الناري حتى الساعة 7:05 من صباح الأحد، ليدخل بعد ذلك برج الجدي الترابي ويظل فيه حتى الساعة 7:15 من مساء الثلاثاء، ثم ينتقل إلى برج الدلو الهوائي ويمكث فيه حتى الساعة 7:41 من صباح الجمعة، ليدخل برج الحوت المائي ويبقى فيه حتى الساعة 7:04 من مساء الأحد من الأسبوع المقبل. هذه هي وضعية القمر في الأبراج حاليا وحتى صباح الأحد في برج القوس الناري. من صباح الأحد وحتى مساء الثلاثاء في برج الجدي الترابي، من مساء الثلاثاء وحتى صباح الجمعة في برج الدلو الهوائي، من صباح الجمعة وحتى مساء الأحد في برج الحوت المائي. أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر وعند عدم تشكيله زاوية معينة مع أحد الكواكب، تتشكل فترة غير إيجابية لا تصلح للمبادرة لأي خطوة جديدة، ويجب علينا خلالها مواصلة حياتنا الاعتيادية كالمعتاد دون إدخال أي تغيير عليها فيما يلي هذه الفترة السلبية. يوم الأحد من الساعة 6:35 صباحا وحتى الساعة 6:55 صباحا. يوم الثلاثاء من الساعة 6:13 مساء وحتى الساعة 6:45 مساء. يوم الجمعة من الساعة 7:02 صباحا وحتى الساعة 7:41 صباحا. يوم الأحد من الساعة 11:04 صباحا وحتى الساعة 6:56 مساء. مشاهدينا الكرام، للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، مهيئة لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. وننتقل للمكالمات. ألو. ألو، نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عفواً، 25/6/94 الساعة 12 بالليل. 25/6/94 عن الدراسة والحظ. دراسة وحظ. دقيقة واحدة. سبحان الله، فتحت الجسمة الكمبيوتر حاطيها على يعني آخر تاريخ أنا مشيكة 24/6. أدري بس فتحته بس فرق يوم، وهمنا بالدعش الصبح هذاك ب 12 الصبح. المهم شنو، على الدراسة وعلى الحظ. 4 5 2 7 9 9 7 2 أرقامك 2 و7 و9. من ناحية الحظ من الأرقام، أنت إنسانة تعدين إنسانة طبيعية. أوكي، هو الولد يعني ابني. أوكي، يعد إنسان طبيعي من ناحية الحظ، ليس من النوع المحظوظ أو عكس ذلك من الخارطة. أيضا هو بشكل عام إنسان طبيعي، يعني لا من النوع المحظوظ ولا عكس ذلك. زواج ما عنده مشكلة. من ناحية الدراسة بشكل عام بطول عمره، وين ما يريد يوصل هذا الإنسان يوصل إذا يحط اهتمامه في هذا الموضوع، إن شاء الله يوصل. ما عنده أي شيء عيقه، بالعكس المجال مفتوح عنده أنه يوصل لأعلى المراتب في هذا المجال. سؤال آخر؟ ممكن سؤال آخر؟
شيء مختصر عن 25/3. شنو سؤالك؟ هذا برج الحمل. اي 25/3/2003 عن الدراسه اخواتي. هذا يعني طالب مدرسه لو شنو؟ الساعه 11 الصبح. لا ما راح اقدر اجاوبك تفاصيل، يعني من اجاوبك لازم اجاوب اللي وراك، بس بشكل عام 25/3 مجال الدراسه على طول السنه ما عندهم شيء يساعد طلاب الابتدائي والثانوي، بس بالنسبة لطلاب الجامعات كلش أوكي مجال الدراسة يكون هذه، يعني السنة الدراسية هذه والمقبلة تكون كلش أوكي إن شاء الله. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بك يا أهلا. نأخذ اتصال هاتفي آخر. ألو. مرحبا أستاذ خلاد. مرحبا، أهلا بك. شلون صحتك؟ بخير الله يسلمك. اسمي علي. أهلا. مولود الساعة 6:30 الصبح في مدينة الكوت. أوكي. مواليد 7/7/1975. 75 دقيقة علي. 7/7/1975 6:30 الصبح. 1975. نعم. هنا. مدينة الكوت. أوكي. شنو سؤالك؟ شكرا. بالعمل استاذ خلات عندي مشاكل ويا زملاء العمل، يعني لو بدون سبب تنخرق بسهوله اسهل مشكله. اوكي. وتكبر ومن ناحيه حظهم الله يخليك. زين عندنا 4/5/1/4/4/5/9/7/2 أرقامك 2 و7 و9 سبحان الله نفس التاريخ اللي قبلك. زين. من ناحية الحظ من الأرقام إنسان تعد إنسان يعني بشكل عام إنسان طبيعي، لسه من النوع المحظوظ أو عكس ذلك. من الخارطة أيضا نسبة الحظ هدوء، عندك فرصة يوقف وياك، يعني يقف الحظ في صفكم أنتم مواليد برج السرطان بشكل خاص من بداية بعد، يعني خلينا نقول من بداية الأسبوع الأول من شهر 12 إلى الأسبوع الأول من شهر 1 عام 2019. أنا ذا بتكون يعني هسه الفترة أوكي بس أكو بيها خربطة، هذيك الفترة شوية تكون أفضل خلال شهر 12 يقف فيها الحظ لكم جانبكم مواليد برج السرطان من ناحية الحظ العاطفي والمالي بشكل عام. الحظ الأجواء الحظ تكون إيجابية. بخصوص العمل، أنت كواحد من مواليد برج السرطان البيت العاشر عندك اللي المسؤول عن العمل يقع في برج الحمل، هذا فارغ ما بيفت كوكب يدعو للقلق بشكل خاص. البيت السادس اللي هو برج القوس حاليا من هذا الأسبوع، يعني اللي راح من يوم الأربعاء الخميس وصاعدا دخل كوكب المشتري، فهذا راح يعطيك فرص إيجابية من ناحية العمل. أنتم مواليد برج السرطان اللي تشتغلون وضعكم يكون إيجابي مع زملائكم في مجال العمل أو ما شابه. من الخارطة هاي المشاكل اللي أنت تقولها هذا كبرج، زين من الخارطة مالتك عندك البيت السابع، العفو آسف، البيت السادس المسؤول عن العمل يقع في برج الجدي. برج الجدي شنو بي؟ الفترة الماضية كان يعني خلال أشهر الصيف نسبيا كان كوكب المريخ بحالة تراجع وتقدم إلى آخره، فسبب لكم مشاكل بالإضافة إلى كوكب زحل، فشوية يتوجب عليك أنه تكون حذر في علاقتك ويا زملائك في مجال العمل خلال هذه السنة كلها اللي تجي. أوكي. يعني هذه و2019 يعني يعني عندك من برجك الوضع إيجابي من ناحية العمل، من الخارطة لا أكو فد، يعني خلينا نقول العفو عندك عراقيل أو مشاحنات قد يعني تواجهها مع زملائك. إذا كنت إذا أخذت جانب الدبلوماسي بتعاملك وياهم إن شاء الله الأمور أوكي، لا تخاف إن شاء الله. طيب عندي سؤال يا نصغار، من ناحية اليانصيب أقدر أشتري ورقة؟ يا نصيب فترة معينة مناسبة؟ أوكي، خليها على شهر الـ 12، شهر الـ 12 هذه الفترة اللي ذكرت لك إياها. كوكب الزهرة يكون أدق في البيت الخامس المسؤول عن الحظ العاطفي والمالي واليانصيب وهذه الأمور، اللوتري واللوتو والسوالف،
فبشهر ال 12 يكون يرجع للحركه الاماميه الايجابيه وينتقل الى برج العقرب العفو، فبحركه اماميه ايجابيه، فانا ذاك تكون عندك الفرص ايجابيه في هذا الخصوص. عندك ايام، شنو الايام اللي يسحبون بها ورقتكم انتم؟ ثلاثاء وجمعه. ثلاثاء وجمعه، ثلاثاء وجمعه. عندك يوم، اليوم الاربعاء لا العفو، يوم الثلاثاء، يوم 4/12. جرب، مو مشكله ان شاء الله. يوم اوكي. طيب السؤال الثاني بس احمد، هم يطلع عندك إذا يكون عندي أنا حاليا متزوج، هم يطلع زواج ثاني؟ زواج ثاني ما عندك هذا المؤشر أنت بصراحة، يعني لو يكون طالعك الجوزاء أو القوس، أنا ذاك يكون هذا الشخص مثلا ممكن يكون عنده هذا الشيء، بس أنت ما عندك، فهذا ما يمنع أنه يعني أنه يكون عندك زواج ثاني عادي. أوكي. طيب وأنا طالع مالتي شنو؟ السرطان، العفو، الأسد، آسف، بداية. أوكي أوكي. نعم. ممنونين من عندك، شكرا جزيلا. شكرا لك. نأخذ اتصال هاتفي آخر. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا. الله يسعدك. هلا بيك، يا هلا بيك، تفضل. على مود الاتصال شهر السعادة، شهر 28 سبعة، يا سنة 28 سبعة. نعم. يا زوجتي، بس اسمح لي، شهر السادس يوم 10. بس اسمح لي، انت 28 سبعة يا سنة؟ يا سنة 86. 86 ساعة بيت جاي؟ والله ما أعلم، بس يقولون الثنتين. ثنتين الظهر لو بالليل؟ ان شاء الله تحاول تتصل، اذا تعبي رصيد تحاول ان شاء الله تقدر تتصل مرة ثانية حتى اقدر اجاوبك، لان ما اعرف شنو اسئلتك بالضبط، بس ان شاء الله تحصل من نفس الرقم، اذا تحاول تقدر تتصل تقدر تحصل. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو. الو. نعم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. انا عندي مشكله 30/3. يا سنه، بس اسمعني من التليفون بلا زحمة عليك حتى أقدر أجاوبك بسرعة. أوكي. 30/3 أي سنة وشنو سؤالك؟ أنا 30/3 مواليد 88. نعم. ألو. نأخذ اتصال هاتفي آخر. ألو. 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 نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن نشارك إذا ممكن؟ أنت على الهواء، تفضل. أشكرك حبيبي، رحمة الله عليك. والديك، تفضل. أخ عزيز، تفضل. إيش قد مواليدك؟ حبيبي 2/6/79. 2/6/79. 79. ولادة بغداد، الساعة 7 العصر. 7 مساء. شنو سؤالك؟ والله قلب عندي مشروع، أريد أشتري مطعم إن شاء الله، بس أشوف إن شاء الله يحصل ولا. إن شاء الله يحصل، بس إذا يفضل إنه تأجل حاليا، حتى لو طاق المطعم، إذا هو المطعم يسوى مثلا 1000 على سبيل المثال، والطاق هي 100، لا تشتريها هسه، نصيحة من عندي، أحاول تأجله إلى بعد ما يخلص الأسبوع الأول من شهر 12، أنا ذاك توكل، المجال يكون مفتوح قدامك، وإن شاء الله الأمور تسلسل وأسهل تكون. حاليا لحد بداية شهر السابع 12 أبدا لا تخطي هاي الخطوة. في دول قلبك يا خلاط، مشكور من عندك. قلب سؤال ثاني، شنو أرقام الحظ عندي أو شنو أرقامك؟ 2 و5 و7. حلو، ومعنات إنهن يعني زين، شنو هو؟ 2 و5 يخليك إنسان حساس رومانسي، ذاكرتك قوية، مرتبط بجو البيت والأهل أكثر شيء، الوالدة تكون لها معزة خاصة. صح. طبعا 7 مساء بس دقيقة. ورقم 5 يخليك إنسان إنسان ذكي، تمتلك دماغ نشطة مفكرة، تحلل الأمور دقق بيها، وعندك قوة تركيز تعبير عن آرائك، ومرات عصبي، هاي من الرقم ومن البرج. ورقم 7 يخليك إنسان مزاجي، متقلب بمشاعرك وعواطفك، عندك حاسة أساسة جدا قوية، تحس بهواية أمور قبل ما تصير وياك،
انت من النوع اللي ممكن تعيش بعيد عن اهلك او انت ما ادري فترة عايش هو بعيد. عايش اي نعم هذا الشيء وارد من الخارطة والله. نعم هذا الشيء وارد انت جدا محظوظ من الخارطة زين اقدر اقول لك اياها شغلة اللي انا اصيب هذه الامور الوضع يكون وياك اوكي بشكل عام حلوة شخص خارطة كلش حلوة رحمة الله على والدك هي مشروع اللي حلمي والله حياتي عايش بالسويد اريد انقل على اسبانيا واكو مطعم اريد اخذه هناك اجله على حاضر. اوكي اجله حاليا قلت لك لو يعطوك اياه ب 100,000 مثلا هو المطعم يسوى 100,000 يعطوك اياه ب 10,000 لتشتري خطيتك برقبتي اجلها ورا 7/12 وصاعدا انا ذاك الاجواء تكون افضل لك اوكي ان شاء الله اكون جاوبتك انقطع الخط ناخذ اتصال هاتفي اخر الو الو نعم عليكم. وعليكم السلام انا معك حليمه احمد الاسم والعفو حليمه احمد حليمه تفضلي نعم مواليد 7/1/17 7/10 اوكي اي سنه 91 اي ساعه مولوده وباي 7 صباحا اي بلد السودان السودان يا اوكي شنو سؤالك حليمه بس أنا عندي أختي يعني إن شاء الله حتلت يعني شنو عندي أختي إن شاء الله حتلت حتلت أوكي أوكي بس عايز أعرف إن شاء الله يكون ولد ولا بنت موضوع الولد أو بنت هذا أنا ما أعرفه بصراحة بس اذا لنعرف اذا تلقحت البويضه موضوعنا هذا الموضوع انت يمكن شفتي من خلال البرنامج او الويب سايت مالتي موضوع الطفل الجنين يكون ذكر او انثى اكو طريقتين الطريقه اللي اقدر اشرحها بالبرنامج بدون احراج هي اذا تلقحت البويضه حصل جماع وتلقحت البويضه وكان القمر في برج ذكري اي الحمل الاسد القوس جوزاء ميزان دلو باذن الله يكون المولود ذكر اما اذا تلقحت البويضه وكان القمر في برج انثوي اللي هو السرطان العقرب الحوت الثور والعذراء والجدي فالمولود يكون او الجنين يكون باذن الله انثى اكو طريقه ثانيه هذه ما اقدر اشرحها بالتلفزيون لان بها غير كلام فهذا يعتمد حسب اليوم اللي صار بالتلقيح مال البويضه بس بدون تاريخ يعني بدون معرفة هذا الشيء أنا ما أقدر أجاوبك يعني بس اللي يريد يسأل أي يوم يكون إيجابي إيه ممكن أعطي منها لمدة سنة أوكي مقدما الأيام اللي يكون بها ذكر أو أنثى هذا الشيء أوكي يعني بس هي شيء موضوع لا يعني ما أقدر إلا أعرف اليوم اللي صار به التلقيح عند السؤال آخر شكرا جزيلا أهلا وسهلا يا هلا إذا المشاهدين الكرام للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهيا للسلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي نكون الآن مع كوكب المريخ كوكب المريخ الموجود حاليا في برج الدلو الهوائي سينتقل في الساعة 1:21 من بعد منتصف ليل يوم الخميس الموافق 15 من تشرين الثاني نوفمبر إلى برج الحوت المائي وسيمكث فيه حتى الساعة 25 من فجر يوم الثلاثاء الموافق الأول من كانون ثاني يناير كوكب المريخ هو المسؤول عن الطاقة والنشاط والجرأة والرغبة الجنسية ويسمى أيضا كوكب الحرب عندما ينتقل من برج إلى آخر يحمل معه غالباً شحنة من أعمال العنف والمواجهات والحوادث خاصة إذا كان الانتقال إلى برج ناري هذه المرة يحصل الانتقال إلى برج مائي مغزى ذلك إن الحوادث المتوقعة لها صلة بالماء والسوائل كتسونامي أو غرق بواخر أو عبارات أو تسرب نفط من إحدى الناقلات أو انجرافات في التربة والسيول وما شابه من ناحية إيجابية دخول كوكب المريخ إلى برج الحوت يأتي بفرصة لهطول أمطار غزيرة خاصة في المناطق التي شهدت جفافا مواليد برج الحوت يشعرون خلال فترة الأسابيع الخمسة المقبلة بطاقة من النشاط والحيوية والرغبة الجنسية ولكن قد يندفعون في تصرفاتهم
يستفيد معهم في ذلك مواليد الأبراج التالية: السرطان، العقرب، الثور، العذراء والجدي، وكذلك كل شخص تواجد لديه ساعة ولادته كوكب المريخ في برج الحوت المائي. من يولد ولديه كوكب المريخ في برج الحوت ساعة ولادته يبدو عليه القلق بدون سبب مباشر، ويعود السبب الحقيقي في ذلك إلى امتعاض في داخله نتيجة عدم المواجهة. أثناء مكوث كوكب المريخ في برج الحوت يشكل أولاً زاوية التربيع الصعبة مع كوكب المشتري، تصل ذروتها في الساعة 4:30 من فجر يوم الثلاثاء الموافق 20 من تشرين 2 نوفمبر، وهي تعمل على أن يحصل للبعض تقدم في المجتمع على حساب الآخرين. زاوية السكستايل الإيجابية بين كوكب المريخ وكوكب زحل تصل ذروتها في الساعة 12:31 من ليل يوم الثلاثاء الموافق 27 من تشرين 2 نوفمبر. هذه الزاوية تزرع فينا الثقة للبدء بخطوة ولو متأخرين أو من نقطة الصفر، لأننا نكون واثقين من النجاح وبلوغ الهدف. زاوية الاقتران مع كوكب نبتون تصل ذروتها في الساعة 5:11 من مساء يوم الجمعة الموافق 7 من كانون 1 ديسمبر، وهي تمنحنا السيطرة على أي هدف نسعى إليه. زاوية سكستايل الإيجابية بين كوكب المريخ وكوكب بلوتو تصل ذروتها في الساعة 10:03 من صباح يوم الاثنين الموافق 17 من كانون 1 ديسمبر. هذه الزاوية تجعلنا قادرين على وضع اليد على أي شخص يحاول خداعنا والتغرير بنا. خلال مكوث كوكب المريخ في برج الحوت نتأثر بصورة عامة بشكل سلبي، ولكن في مجالات مغايرة تبعا للبرج الذي ننتمي إليه. فيما يلي أبرز هذا التأثير ونبدأ مع مواليد برج الحمل. ليحذروا ممن يتآمر عليهم من وراء الكواليس عن حسد أو غيره. مواليد برج الثور ينشطون اجتماعيا ويكون لديهم ميل لفرض سيطرتهم أو وجهة نظرهم على بعض الأصدقاء. مواليد برج الجوزاء يجب أن يحذروا في تعاملهم مع المسؤولين ولتجنب الدخول في نقاش عقيم. من ناحية إيجابية يشعرون بطاقة ورغبة في بلوغ طموحاتهم في مجال العمل. مواليد برج السرطان ينشطون في السفر والاتصالات لا سيما البعيدة. يجب الحذر أثناء قيادة السيارة بين المدن وفي الشوارع المفتوحة. مواليد برج الأسد يجب إعادة تنظيم الأمور المالية المشتركة والحذر في أي خطوة مالية مشتركة جديدة. من المحتمل أن يتعطل مبلغ من المال يعود لهم من شراكة أو تركة أو تعويض. مواليد برج العذراء ليحاولوا اتباع أسلوب دبلوماسي أثناء التعامل مع شركاء العمل أو العاطفة لا سيما شريك العمر. مواليد برج الميزان يجب أن يحذروا في تعاملهم مع زملاء العمل وأن يتجنبوا رفع حاجة ثقيلة عن الأرض. مواليد برج العقرب يجب أن لا يندفعوا في تصرفاتهم تجاه أحبائهم لا سيما أولادهم، وأن لا يبالغوا في تجربة حظهم المالي. مواليد برج القوس يواجهون المتاعب داخل البيت أو في عقار ما، ليتجنبوا مواجهة محتملة مع أفراد العائلة وليحذروا أيضا من النيران والأدوات الحادة لا سيما في المطبخ. مواليد برج الجدي ينشطون في الدراسة والسفر والاتصالات، ليحذروا في السياقة داخل المدن وفي تعاملهم مع الأخوة والجيران. مواليد برج الدلو تتاح الفرصة لمكاسب مالية سريعة نسبيا، ولكن النفقات أسرع. أخيرا وليس آخرا، مواليد برج الحوت هم طبعا أكثر المتأثرين إيجابيا من جهة النشاط والحيوية، ومن يعاني من ضعف جنسي هذه هي فرصته للعلاج. مع ذلك يجب أن لا يندفعوا في تصرفاتهم. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز المجالات التي يجب أن نحذر منها كل منا حسب برجه من 15 من تشرين 2 نوفمبر وحتى 1 من كانون 2 يناير من تأثير انتقال كوكب المريخ إلى برج الحوت المائي، والله أعلم.
للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، مهيئ لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. عودة للمكالمات. ألو. ألو مرحبا. مرحبا، أهلا بك. أنا اسمي ليث. أهلا وسهلا بك ليث. أهلا وسهلا. أنا 13/1/88. أوكي. جاي الفجر بالخمسة الفجر هيك جاي. شنو سؤالك؟ سؤالي بس أريد أعرف المال، أريد أعرف عندي وخلال بس هالشهرين هاي اللي عندي خلال هاي السنة والسنة اللي جاية. أوكي. أنت من مواليد برج الجدي. أوكي. الطالع القوس. زين. من ناحية المال حسيتوا خلال أنتم مواليد برج الجدي ومواليد برج السرطان بشكل خاص خلال الأشهر الصيف الماضية ولحد الآن ويستمر هذا الشيء بعد لحد أنت بالذات لحد 15 بهذا الشهر لحد الخميس اللي يجي بضغط في مجال النفقات المالية الفلوس ده تجيكم يعني اللي تجي سريعة هواية على سبيل المثال قسم ده تجي فلوس هواية بس ده تطير من عنده أكثر أو قسم ما عنده فلوس بس عليه نفقات هواية فوضعكم أنتم مواليد برج الجدي والسرطان عانيتوا وما زلتوا أكو ضغط عندكم في هذا المجال هذا المجال هذا الموضوع راح ينحسر تدريجيا من الآن وصاعدا إن شاء الله من الخميس المقبل بالذات وصاعدا يرجع طبيعي وضعكم المالي راح تخف عندكم هذه النفقات اللي عانيتوا منها فبالتالي وضعكم المالي يتحسن كوضع يعني من الخميس اللي جاي يعني من الخميس الجاي يرجع طبيعي ماكو فد مبلغ قوي راح يكون بس ارحم من الاشهر هاي اللي احنا بيها واللي راحت اوكي والله دكتور خلاد يعني صراحه هو هاي السنه اللي راحت عليها يعني بالضبط كلش كانت سنه صعبه كلش يعني من البدايه ولحد الان هذا الموضوع نعم موجود بقى هذا منتصف هذا الشهر وان شاء الله صاعدا الوضع يرجع طبيعي هذا من ناحية آخر سؤال بس دكتور خلاص أقاطعك بس تفضل أريد أعرف القوس إذا يصير المشتري بيه زين إلي أوكي أنت إلك يصير زين شنو السبب أول شيء شلون هسه أنت إحنا من تزرع فد نبتة ذب فد بدرة على سبيل المثال تزرعها أوكي تنتظر فترة يعني يجي مثلا نحن نزرع بالربيع وبعدين وراء مثلا بأشهر بالصيف أو بالخريف نحصد هذا اللي زرعناه أنتوا كجدي مواليد برج الجدي هذا الشيء لكم بمثابة أنه تزرعون نبتة ممهدة إلى 2020 من 3/12/2019 وصاعدا راح ينتقل كوكب المشتري عندكم فراح يكون عندكم سنة هاي سنة تحضيرية 2019 راح تجي تكون سنة تحضيرية لسنة 2020 لكم كمواليد برج الجدي انت بشنو تستفاد بشيء اكثر بعد الشيء الحلو انه انت طالعك القوس بس شو وقت راح تستفاد او يعني اول شيء راح هسه حاليا لحد شهر 10 لحد شهر 8 من الخارطة مالتك تكون عندك فرصة للتعامل مع أحد المؤسسات الكبيرة طبعاً كبرج وكطالع ومن طالع من الطالع مالتك من شهر 7/8 السنة الجاية 2019 وصاعداً تستفاد من عنده لأن حيكون عندك بالبيت الأول فبالتالي وضعك يكون أوكي والله الحمد لله بلكت الله يعني شوية أنا صراحة كلش تعبت هالسنة دكتور خلاص لا لا عادي ما بس ما عندك مشكلة لا تخاف إن شاء الله ومن ناحية بس الشغل دكتور خلاص الشغل حالي الفترة عندك فترة إيجابية من منتصف شهر من هذا من 16 بالشهر راح ينتقل راح يعود كوكب الزهرة إلى الحركة الأمامية في برج الميزان أنا ذاك تكون عندك فرصة إيجابية تستمر لحد الأسبوع الأول من شهر 12 هاي الفترة المثالية لكم رغم راح يكون أكو تراجع عطارد بس مو مشكلة هاي تكون الفترة المثالية لكم مواليد برج الجدي خلال هذه السنة من ناحية الشغل العمل إذا أنت تدور على شغل ممكن تحصل على عمل أنا عندي والله شغل إذا عندك شغل إذا خاصة مثلا وظيفة ما وظيفة وضعك يكون كلش إيجابي مع رؤسائك أو مع من المسؤولين أو من يدعمك في مجال العمل إن شاء الله الشغل أوكي بس من همينة من يوم الجمعة اللي تجي وصاعدا إن شاء الله أوكي أوكي الحمد لله والشكر ألف الحمد لله والشكر الله يخليك دكتور خلاص شكرا أهلا وسهلا بك يا هلا مع السلامة يا هلا ناخذ اتصال هاتف يا آخر ألو
مشاهدين الكرام، للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. عودة للمكالمات. إذن ننتقل الآن مشاهدينا إلى أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجه خلال هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل، ونبدأ مع مواليد برج الحمل. تنشطون في سفر أو اتصال بعيد وتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك يجمعكم بأحبائكم. الفترة مناسبة للدراسة والمطالعة. من صباح الأحد حافظوا على خط دبلوماسي أثناء التعامل مع المسؤولين وزملاء العمل وعلى سمعتكم. من مساء الثلاثاء تسعدون من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم. منكم من يتلقى دعوة للمشاركة في حفل أو مناسبة سعيدة. من صباح الجمعة انتبهوا أكثر إلى صحتكم. مواليد برج الثور تنشغلون في إعادة ضبط شؤونكم المالية. تفحصوا حساباتكم المشتركة. رغم وجود فرصة مالية إلا أنه يجب الحذر في أي خطوة مالية جديدة. من صباح الأحد كونوا أكثر وعياً على الطرقات، خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن. ابتعدوا عن أماكن مجهولة لكم. من مساء الثلاثاء تنجحون في إثبات جدارتكم للمسؤولين في مجال العمل. الفترة مناسبة لمن يبحث عن عمل. من صباح الجمعة تنشطون اجتماعياً وتلتقون الأصدقاء. مواليد برج الجوزاء ينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكتكم. بيسعكم إيجاد قاسم مشترك يجمعكم بشركاء العمل والعاطفة. من صباح الأحد ادخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية. تفحصوا حساباتكم المشتركة وخففوا من النفقات. قد ينشب خلاف حول مال يعود لكم من شراكة أو تعويض. من مساء الثلاثاء تنشطون في الدراسة والسفر والاتصالات. من صباح الجمعة تنجحون في تدعيم مركزكم الاجتماعي. مواليد برج السرطان يتراكم العمل لديكم وتجدون صعوبة في إنجاز الكثير منه. انتبهوا إلى غذائكم وراحتكم. من صباح الأحد ابحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركائكم سواء في مجال العمل أو العاطفة. من مساء الثلاثاء تتاح الفرصة للحصول على مكسب مالي من شراكة أو تعويض. صحتكم أو صحة قريب لكم بحاجة للرعاية. خففوا من النفقات. من صباح الجمعة تنشطون في سفر أو اتصال بعيد. مواليد برج الأسد تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم. الفترة مناسبة لممارسة نشاط فني. من صباح الأحد يتراكم العمل لديكم. تجنبوا الدخول في مواجهة مع زميل لكم وانتبهوا أكثر إلى صحتكم. من مساء الثلاثاء تنجحون في تجنيد شركائكم في صفكم. من بوسعكم القيام بعمل يتطلب تعاونا من طرف ثاني. من صباح الجمعة تنشغلون في إعادة تنظيم أموركم المالية والمشتركة. مواليد برج العذراء يتركز اهتمامكم حول إدخال تعديل على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية. الفترة غير مناسبة لتغيير جذري على مسكنكم أو القيام بصفقة عقارية. من صباح الأحد ابحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بأحبائكم. حاولوا تفهم وجهة نظر أولادكم ولا تندفعوا في تصرفاتكم معهم. من مساء الثلاثاء تنهمكون في إنجاز ما لديكم من عمل. لا تهملوا صحتكم. من صباح الجمعة تنجحون في تعزيز شراكتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة. مواليد برج الميزان تنشطون في مجال الاتصالات والتنقلات، ومنكم من يخرج في رحلة قصيرة. يكون لديكم تعامل مع أخ أو جار. الفترة مناسبة للمطالعة. من صباح الأحد يتركز اهتمامكم حول مصالحكم البيتية والعائلية. لا تندفعوا في تصرفاتكم تجاه أفراد العائلة وتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم. من مساء الثلاثاء تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم. يصلكم خبر سار يتعلق بأحد أولادكم. من صباح الجمعة يتراكم العمل لديكم. مواليد برج العقرب ادخلوا التعديل المطلوب على ميزانيتكم. ثمة فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي. مع ذلك يجب الامتناع عن شراء حاجة ثمينة والتخفيف من النفقات. من صباح الأحد كونوا أكثر صبرا على الطرقات، خاصة أثناء قيادة السيارة داخل المدن. لا تدخلوا في مواجهة مع أخ أو جار. من مساء الثلاثاء تفضلون التركيز على شؤونكم البيتية والعقارية وتجدون تعاونا من أفراد العائلة.
من صباح الجمعة تشعرون بارتياح مع أحبائكم. مواليد برج القوس، أنتم ممتلئون نشاطا وحيوية وقادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها. شعبيتكم في تصاعد. من صباح الأحد انتبهوا جيدا إلى ميزانيتكم، فالنفقات في تصاعد. احرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة. من مساء الثلاثاء تنجحون في مجال الدراسة والسفر والاتصالات. الفترة مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان. من صباح الجمعة يكون لديكم تعامل بعقار ما، تجنبوا أي تغيير جذري في ذلك. مواليد برج الجدي، تتراجع صحتكم وينتابكم شعور بالتعب والملل. حاولوا إنجاز ما باستطاعتكم من عمل ضروري فقط واخلدوا إلى الراحة. ابتداء من صباح الأحد يتغير الوضع الصحي للأفضل وتحاولون الدفع بمصالحكم رغم بعض العقبات. من مساء الثلاثاء تتاح الفرصة لمكسب مالي من عمل إضافي، مع ذلك احذروا في خطواتكم المالية. من صباح الجمعة تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات، ومنكم من يخرج في رحلة قصيرة. مواليد برج الدلو، تنشطون اجتماعيا وتلتقون الأصدقاء. منكم من يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة. من صباح الأحد تتراجع صحتكم، ضعوا سلم أولويات للعمل الضروري واضبطوا أعصابكم أثناء التصريف في أموركم والتعامل مع الغير. من مساء الثلاثاء أنتم أكثر نشاطا وحيوية، بيوسعكم القيام بخطوة جديدة تدعم من مركزكم الاجتماعي. من صباح الجمعة تتاح الفرصة للحصول على مكسب مالي. أخيرا مواليد برج الحوت، تنصب جهودكم نحو عملكم ومصالحكم الاجتماعية، بوسعكم المحافظة على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل. من صباح الأحد كونوا أكثر صبرا وحكمة أثناء التعامل مع الأصدقاء، من المحتمل أن ينشب خلاف مع صديق أو تتعطل دعوة اجتماعية موجهة لكم. من مساء الثلاثاء يسيطر التعب عليكم وتفتقدون رغبتكم في إنجاز الكثير من عملكم المتراكم، اخلدوا إلى راحة. ابتداء من صباح الجمعة أنتم أكثر حيوية وتنجحون في الدفع بمصالحكم. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجه والله أعلم. للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. نأخذ آخر اتصال هاتفي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. بدون زحمة، 20/10/1975. 20/10/1975، ساعة بيش؟ والله ما أعرف تحديدا. شنو سؤالك؟ والله الحالة المادية هاي آخر 5 سنوات يعني كلش. الحالة المادية حاليا الفترة الماضية، المفروض هذه السنة كانت إيجابية، بس أكو كان خربطة بشكل عام بالكواكب. عموما عندك فرصة إيجابية إن شاء الله من الأسبوع الأول من شهر 12 وصاعدا، يعني شهر 12 بشكل خاص أنا ذاك يكون عندك وضع المادي كلش إيجابي. ممكن تحصلين على مبلغ من المال يكون على الأغلب من عمل إضافي، أو تسردين مال يعود إليك، أو مثلا تبيعين شغلة تستفادين من عندها، يعني كلش مبلغ كلش إيجابي، أو تلقين شغلة يعني لها فت قيمة كلش قوية وتستفادين منها. وضع المادي المهم بشهر 12 كلش أوكي. هذا من يعني ناحية. شهر 12 هذا هاي السنة؟ أي نعم هذه السنة. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بك. يا هلا. شكرا جزيلا. يا هلا بك، مع السلامة. إذا تواصل مشاهدينا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم، ألتقيكم بإذن الله يوم الأربعاء المقبل. إلى ذلك الحين أسعدكم الله، تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة البث من تلفزيون الشرقية، مع السلامة.